ربنا لو ما خدتنيش انا وبناتي هزعل منك. ولقيت سحر معمول لي جوه بيتي والمنتجين قالوا لي شكلك وحش مش هتنفعي. رجعت تاني تثير الجدل بتصريحاتها اللي بقت معتاده بعد ما ظهرت في بودكاست بيك تايم مع عمرو اديب واصاله، وكانت ضيفه الحلقه دي الفنانه شيرين عبد الوهاب. واتكلمت شيرين عبد الوهاب عن حاجات جديده في حياتها الشخصيه اول مره الجمهور يعرفها، وقالت انها تعرضت للسحر ولقيته جوه بيتها معمول لها في سره فيها رمل من المقابر، وجوه السره دي كان في مفتاح اوضه نومها. وده عمل صدمه لشيرين انها ما تديش الامان لاي حد ولا تثق في اي حد، لان السحر اللي معمول لها لقيته جوه بيتها، وده خلاها تشك في كل اللي حواليها وتتهمهم كلهم بالخيانه وقله الاصل. وقالت شيرين ان امنيتها في الحياه انها تموت هي وبناتها في وقت واحد علشان محدش يأذيهم من بعد. وكلمت ربنا وقالت له يا رب خدني ولو ما خدتنيش هزعل منك. وكانت صرحت شيرين من كام يوم انها حاولت تنتحر في فتره من الفترات في حياتها وما كانتش قادره تكمل بسبب الضغوطات الكبيره اللي عليها بعد فترة تعاطيها للمخدرات بكمية كبيرة من الأدوية. وخلال اللقاء اتكلمت شيرين عبد الوهاب عن بدايتها وقالت إنها واجهت صعوبات كتير بسبب التنمر عليها من أهلها ومن المنتجين اللي كانوا شايفين إن شكلها وحش ومش هتنجح ومفيش مطربة بتبقى شكلها مش حلو، لكن هي أصرت وكملت وبقت واحدة من أشهر المطربين في الوطن العربي.